حدود الاستحقاق الرئاسي الحالة صارت معروفة، ومسرحيات جلسات الانتخاب بتأكد هيدا الشيء. المنظومة عم بتفتش عن رئيس ممكن يوحدها ويخلصها من أزمتها. إذا ما صار في توافق وإذا ما كلنا 128 صوت لا رح ننقذ لا المجلس النيابي ولا لبنان. المنظومة عم بتفتش عن رئيس توافقه ممكن الكل يتفق عليه. حزب الله مشكلته أنه مرشحينه الرسميين منهم توافقيين، إلا بمفهومه الضيق للكلمة، يعني مرشح هو فعليا موالي له ومعارض للفريق الثاني. جبران باسيل مثلا تحول لرئيس مواجهة للحليف الشيعي وباقي الطبقة السياسية مع الناس ومع الخارج. هيدا بلطجة، هيدا مش رئيس مجلس نواب. ومن الصعب انه مرشح الهلا هو ياخد دعم باقي الكتل النيابية، لانه هو استكمال لعهد عون الكارثة. بس ميزته لباسيل انه بيتأقلم بسرعة، هو بنفس الوقت مع المقاومة ومع امن اسرائيل، مع حزب الله ضد بره، مع مكافحة الفساد وصفقات البواخر والسدود الفاضية، بيمدد لرياض سلامة بس ضد سياسات المصرف المركزي. مشكلته لباسيل انه حزب الله عنده مرشح تاني توافقه اكتر، سليمان فرنجية، المرشح الدائم والموعود بالرئاسة. اولاد اولادنا اولاد اولادكم بدهم يحسدوكم انكم عشتوا بزمن السيد حسن نصر الله. حليف بيت الاسد تاريخيا، سياسة تقليدي واقطاعي، عنده شبكة مصالح وفساد بتربطه بعدد من السياسيين. ممكن يحصل فرنجية على دعم اوسع من الطبقة السياسية، بس مشكلته انه ما بقى عنده غطى مسيحي، فهو كان معون من يلي اخترعوا فكرة الرئيس القوي، يعني اللي عنده وزن وكتلة مسيحية. وكتلته لفرنجية اليوم هي فعليا نائب واحد هو ابنه. بالمقابل المعارضة السيادية مع انه عندها مرشح بس مش قادرة تجيب اجماع حوله، فاذا العنوان هو مواجهة حزب الله بظل موازين القوى من الصعب يقدروا يجيبوا رئيس على هالاساس. الدولة اللبنانية دولة مخطوفة، الدولة اللبنانية مخطوفة من سلاح خارجها ومن مافيات داخلها. رئيس توافقي على نكهة حزب الله بوجه رئيس مواجهة سيادة بتخلص بالآخر برئيس تسووي ولو الكلمة بالدنيا. هون المرشحين كتار لأنه الاسم مش مهم. انطرح اسم جوزيف عون كمرشح انطلاقا من فرضية أنه الجيش مصنع الرؤساء التسوويين، ومن وهم أنه الجيش قادر يضبط الأمور، بس حظوظه عم بتقل مع تخوف حزب الله من تكرار تجربة ميشيل سليمان. في أسماء تانية بس تيتم الإقرار بواحد منهم لازم يقطع وقت طويل على الفراغ لتنضج التسوية. أما كتلة التغيير فانقسمت حتى قبل ما تقدر تفاوض أو تلعب دور بيضة لبان. من اتفاق الطائف لليوم ما غير وجود كتلة اعتراضية بالمجلس المعادلات، لأنه النظام مركب بطريقة أنه هيك كتل دورة بالمجلس صوره مش أكتر. الكل عارف أنه الرئيس الجاي منه ما تخلى الحل، والأسماء المقترحة منه إلا وجوه مختلفة لنفس الأزمة. وبركة للمنظومة الفراغ أفضل لمواجهة تداعيات الانهيار من أي رئيس قد ما يكون قوي أو توافقي أو تسووي.